حديث البلد مع رنا رضوان. بحديث البلد رنا رضوان، انت رسامه لبنانيه معروفه باسم رونز، الكاركتر اللي بترسميه بمعظم لوحاتك واللي شايفينه هلا على الاشارب اللي حاطتيه، وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن معرضك الخامس واللي عم بتنظميه بعد بكره الثلاثاء بمترو المدينه. رونز بتشبهك وبتقول انها بتشبه البنت اللبنانيه بشكل عام، شو اللي بيميز رونز وانت كيف بتشوفي هالكاركتر؟ اللي بميز رونز انها كثير بتشبهني، يعني هي ريفلكشن عني، وانا كثير بحب ارسمها على طول، بجسدها باشخاص. يعني هلا هون جسدتيها ب في صوره ميشيل، ميشيل ابو سيمان. رح تقول حالك هلا بالصوره، فينا نديرها على الكاميرا. رنا بتقولي انه رونز بتشبه البنت اللبنانيه، وخاصه اذا البنت اللبنانيه عامله عمليات تجميل، مع انه ظاهر انه انت منك عامله عمليات تجميل، ودائما عندك رمزيه برونز، يعني بتحطيها بكادر ومن هالكادر في رمزيه بنقدر نستنتجها منها. شو رمزيه كوم ميشيل؟ كونسبت يعني ميشيل هو بحب فنجان القهوه، فنجان القهوه هو دائما الناس بيقعدوا بيستلذوا فيه، فميشيل كثير قعدته لذيذه وبحب دائما بيطلع يعني من فنجان القهوه مثل فنجان القهوه. ايه مثل فنجان القهوه ميشيل، له نكهته وناس مثل ما قالت يعني بس نكهه مره ما هيدي ما حب هي ما حب مش دائما مره لا ما هيدي المر الحلو فنجان القهوه اللي الانسان بيتعود عليه. وعلى كل حال نحن بمحطه مره كثير حلو حلو. رونز انا بدعيت لك رونز هلا بالحلقه لانه انت ورونز توأم يعني واحد مثل زهراء وزينب. رونز بما انك انت تغزلتي يعني رسما بميشيل، بدنا لورا لانه صوتها حلو حضورها حلو تتغزل فيه بس غناء. غناء حلوه هالحلقه. ليك شو لورا ما بقدر هالحلقه تخلص، حدا عم يرسمه حدا عم وجمال عم بغني له، يعني ما بقدر هالحلقه تخلص. يلا يلا. ابعد عن عيونك انا مش حامل هواك، بحر الحب يا ويلي لو عدي وياك، خايف الموج يعجبني والطير غصب عني ساعتها حجري وراك، حجري وراك، حجري وراك وهقول لك اقول لك خدني معاك، خدني معاك، خدني معاك يا حبيبي يا حبيبي، خدني معاك حبيبي معك، خدني حلو. هكمل كيف طلعت انا بعرف انه صوته حلو اتكلت عليه بس بس اسكوتي احلى. يعني صوته حلو بس بوجود صوتك لورا طبعا صوت صار احلى اكيد. حكيتي عن التيار، شو قلتي؟ خايفة الموج، خايفة الموج، خايفة الموج، خايفة الموج يعجبني والطيار والطيار يهربني. لا اي طيار؟ طيار المرضى قصدي. ممكن ممكن معقول يكون طيار المرضى مثلا؟ اكيد انا كثير صغير طويل يا عين. ااا
رنا بتقولي انه رونز اصحابك بلشوا يعيطوا لك رونز يعني، وله كمان معنى ثاني يعني، هو مشتق من اسمك بس كمان في له معنى ثاني. هو معناته شوي الغموض يعني، هو عيونه اذا بتلاحظي الكاركتر دائما عيونه كبار لانه بتشوف الاشياء يعني فيجن واسع، كل شيء بتشوفه غير يعني، بتشوف حيالله شيء انا هلا بقدر اتخيله هون بالاستوديو بقدر اعمله شيء ثاني وجسده بالكاركتر. يعني من خلال هالكاركتر كل مثل ما قلت الفيجن هون هالعيون الكبار هن رمزيه لهالفيجن او لهالنظره يعني. بس بنعمل كاركتر كرتون انيميشن يعني مش معقول شو حلو. وانا سالتها عن النوع الفن هيدا قلت لي هذا بوب سيرياليزم، يعني نحن بنعرف السيرياليزم اللي كان بوقتها ثوره كبيره بعالم الرسم، واليوم في ثوره حتى داخل السيرياليزم، كيف بتوصفي لنا اياها؟ هو البوب سيرياليزم بلش يعني من زمان نعم بال 1970، بس هلا الناس يعني في كثير فرق بين اللو ارت والهاي ارت، فصار اسمه بوب سورياليزم. وهذا الارت هو شيء جديد يعني، وتحول يعني كرتون بس بقى كمان سورياليست. كيف هاي اللوحه اللي عملتها؟ نعم يعني اليوم دمجي شغلتين ما لهم دخل ببعضهم يعني، بس في من وراها كونسبت اكيد، بس في من وراها فكرة. رساله. بينما السورياليزم القديم ما كان ضروري يكون في من وراء شيء يعني، كان يبقى اوقات شيء من الخيال يعني، هو من يعني الدريمز تبع الانسان. بس مش معقول شو حلو، كثير حلو هذا الشيء، كثير عن جد كثير واو، كثير واو. بما انه يعني عم نتغزل برونز وبعيونها الحلوين، خلينا نسمع هالغنيه. رنا الوعد الفرح، رنا العيون السود، ضابط عليكي مضبوط عيون السود. رنا المريحة حدود، رنا هلا عم نشوف الصورة الخاصة فيي. بدي أقول إنه هيدي الصورة قد إيه قد إيه قد إيه كبرة تقريبا شي متر و لا لأنه أنا شفتها برا متر متر وعشرين يعني امبرسيف يعني عن جد امبرسيف، ورح حطها بصدر البيت. رنا ليش نقيتي لي قرعة المتة لإلي مثلا؟ أنت لأنه بتجمع الناس كلها سوا، جلستك حلوة، جلستك حلوة. شفت إيه دغري قاسم، أنا أخذتها على غير شيء أول شيء، اخذت شوي المتة والجبل بعدين رنا شرحت لي صار فيها قاسم قاسمين مشتركين، لكن المتة هي الجمعة صح الجمعة تجمع الناس، فانت جمعت تجمع الناس هي البمبيجة اللي بتجمعهم. هي شفت الغزالة هي صحيح، لأنه على المتة قليل ما حتى يشربها لحاله بس يعني إلى أصول وإلى ريتشولز، وبيقعدوا في احترام يعني لهالجلسة. وأنا اللي كتير لفت لنظري أنه هون شكلتي لي شعري بحامض ونعنع، وهن عادة بيفركوا فيها المتة حتى يقدروا يمرقوها من شخص لتاني مشان الهايجين ومشان الريحة تكون طيبة. رنا لوحاتك مثل ما قلنا بتندرج تحت عنوان البوب سورياليزم، ومعرضك بمترو المدينة رح يتضمن 10 لوحات. أسعار كتير مقبولة عندك، عرفت يعني تفاجأت فيها إيجابيا شوي، ولقيت إنه وكأنك عم تهديها يعني للعالم يعني. تقريبا اللوحة المتر بمتر شو قيمتها؟ تقريبا 350 دولار أو 400. أنا ما كتير بحب إنه غلي البرايسز تبعولي ليقدروا كل الناس يشتروا الشغلة اللوحة أو حيالله شيء، إذا كتير بغلي على الناس إنه ما بيعود في هو الماس ميديا يعني الأشخاص العادي يشتروا اللوحة، فبحب إنه تكون اللوحة الأرت تبعي برافو منتشر عند الكل. يعني هيدا شغلة كتير حلوة منها، مع إنه أكيد بتاخد منك وقت ومجهود كبير إنك اليوم مثل ما قالت منك مادية، وعم بتحب إنه كل الناس يستمتعوا بها، وفي عندها انتشار لرسماتها وشوي يهتموا بالأرت الناس، لأن في ناس عم بيهتموا بالأرت خصوصا المسؤولين. كل اللي حبوا رنا أو رونز الليلة مثلنا نحن مدعوين إنه يتعرفوا عليهم أكثر الاثنين بعد بكرة ثلاثة بمترو المدينة.